لارا خوري خريجة اسماد فاشن ديزاينر مع هادية بيع الموضة. صباح الخير لكل مشاهدينا، واكيد مع حلقه جديده من فقره حدا الموضه. صار لنا فتره عم نخبركم انه الشتويه رح تجي، وبلشت الشتويه، يا اما بالاحرى بلش فصل الخريف. ومع فصل الخريف والشتاء برا على طول بنبلش نفكر شو بدنا نلبس، شو اللوك اللي بدنا نعتمده للموسم الجديد. بخبركم هلا صار وقت نتعرف على المصممين والمصممين اللبنانيين اللي عم ياخذوا ويحوزوا نجاحات كثير كبيرة برا وحتى بلبنان. ستايلون صار عم بضاهي الستايل الماركات العالمية، خاصة بالنظرة تبعيتهم. اليوم ضيفتي مصممة أزياء سبق واستضفناها، وهي لارا خوري. لارا خوري درست بجامعة الأسماء والتصميم الأزياء، بالإضافة كمان كانت من إحدى المصممين اللي تبعوا بجروب ستارج. بالإضافة لهالشي كمان عم تبيع أزياء بكل أنحاء العالم، يعني من اليابان لفرنسا لغير مناطق بالعالم. صباح الخير لارا. صباح النور. تقريبا فينا نعتبر انه لارا خوري الماركة اللي تحت اسمك تقريبا صار لها شيء 3 سنين. صار لها 3 سنين، 2010. مزبوط 3 سنين. بالإضافة لهالشي كمان كنت قبل بعالم الموضة عندك مجموعة تانية كانت تحت اسم تاني، بس لكن هلا قررت تعتمدي لارا خوري. خبرينا هلا كبداية، من لما من 3 سنين لليوم كيف بتحس لارا خوري تغيرت بالستايل؟ يعني كيف فيها توصف هلا بعد 3 سنين الستايل تبعها؟ هلا هو اكيد من وقت ما بلشت كنت غير شيء، ما كنت بعد فهمانه شو بدي اعمل، ومع الوقت صرت افهم اكثر شو عم بنبش، وشو الزبون بده. مزبوط، شو الزبون اكيد بده، بس اكثر شيء لانه انا بعمل هيدا الشيء انا بحب اعمله، سو كمان بتنبش على الشيء اللي بيحمسني انه انه صمم. وبشتغل اكثر على الفوليومز، على القماشات التكستشرز، وكثير كثير بعطي للاوتفيت تبعي ان اوريجينال اسبكت تو ات، يعني الشيء مثل مودرن اللوك تبعه. واجمالا الستيل تبعك لما بنطلع هيك للست اللي واثقه من حالها، عندها شخصيتها الخاصه. لارا من لما ابتديت لحد اليوم، صحيح لما بتطلع مثلا على الكوليكشن من 3 سنين لليوم بنحس بعدك مركزه على الفوليوم، لكن بعد بتطور عم تتبعي الموضه من ناحيه الالوان. مظبوط هذا الشيء، اما مش انه انا ما بلحق الموضه، انا بعمل اللي بدي، ما بلحق ولا لون ولا موديل ولا شيء يعني. بس عن جد هو اكثر شيء بعمل. لاحظ مثلا هلا الوان الموضه مثلا مثل هلا اول لما بتروحي انت على السوق كمان هي السوق اللي كمان بيفرض عليك ايام الالوان. أكيد اللي كمان اكيد هلا انا مشيت بشتريهم من السوق، هن بيكونوا لاحقين الموضه. مظبوط تبع السيزون، سو كمان بلا ما انتبه بكون عم بلحق الموضه. ما في شو عنوان هالمجموعه الخريف شتاء 2013 2014؟ هيدي الكولكشن سميتها انسكتيفايد، استوحيت من كتاب لكافكا اسمه ميتامورفوز، وبيحكي عن شخص بيوعى وبيصير يتحول صرصور، وهيدا على اكس مان ستايل اكزاكتلي. سو هيدا بيفرجي الاكتئاب تبع الشخص، وهيدا كان بدي فرجيه اكثر، كان على بالي احكي عن الشخص اليوم مع كل الصعوبات اللي عنده اياها حواليه بالشغل بالحياه تبع كل يوم، قديش بيصير بيدبرس بطريقه كثير كثير بسهوله اليوم. كان عبالي اشتغل على هذا الشيء. ايه بس لما الواحد يعمل شوبينج بيرجع بيفرح وبيصير بس في الوان كثير، لانه بتعرفي وانا عم بعمل الريسيرش عم نبش على انسكتس، وشفت انه في انسكتس بعقده، يعني شو حلوين، مش معقول الالوان. بس صرصور مش في منهم. ايه لا صرصور مش هلا على كل حال لنعرف اكثر عن المجموعه، رح نشوف الصور ونفوت اكثر
اكثر بالتفاصيل من ناحيه القماش اللي استعملتيه وكلياتهم هيك، بس قبل ما نبلش نشوف اذا فيك تخبرينا عن هذا العقد كمان، انه بنعرف انه انت ليرا اول ما ابتديتي كمان غير بالازياء البريت ا بورتي بالتحديد انت هلا عم تعملي بتعملي الاكسسوار، بعمل اكسسوار بالاضافه لهلا عم تعملي سور كوموند ل سور ميزور اذا فينا نعمله هيك، هلا بنرجع بنحكي عنه، بس احكينا عن الاكسسوار. هيدا العقد اللي لبستيه، العقد هيدا عملته اول سنة 2010. ما انا كل كولكشن بعمل اسوسيشن مع جولري ديزاينر، وهيدي تبع رانيا عدايمات كانت عملت لي الكي جولري باي رانيا عدايمات، وكان ستيل تبع انه بتجيب كثير غراض سامي بريشس ستونز اكزاكتلي، شوي من افغانستان من انديا، وجمعت لي هون كمان. For this collection اشتغلت مع رولا تفوني. راح خلينا نبلش نشوف الصور وتخبرينا اكثر عن المجموعه. فاذا هلا هون اول صوره عم نشوفها على الشاشه، هي مثل تنوره تول مع الفوليوم مع شميز شميز معموله من قماش فيلور كثير ناعم، كثير حلو هاللون. انا كثير حبيت الكونتراست. هلا هون بركي ما انه كثير مبين، بس اللون القماشه تبع القميص ازرق الكحلي غامق مزبوط. هلا حسيني اصلا هيدا اخر موضه هيدا اللون، سو هيك عملت كونتراست مع الاصفر اللي كثير فاقع. اوكي، ولابسه بعتقد هون مبين، بس حتى الجاكيت كمان لارا حتى انا هلا بنرجع بنشوف التوني لابستها، ما في شيء قريب للجسم، كثير واسع. ايه نعم، هيدا هو الشيء اللي اكثر شيء بحب اعمله يعني، وايام بعمل اكيليبر بين اللي تحته بيصير كثير صغير، بعمل كونتراست بين الفوليومز، ما كثير بروح على التو اكستريمز يعني. نرجع بنشوف الموديل الثاني، هون بنشوف قميص مثل كانه من فضه كمان لمية. هون مثلا اشتغلت شوي على الفوليومز بس مع على القميص اكثر، ايه مثل عامله مثل على القبه اللي على الفوليوم. اذا بتشوفي الزيف شوي كمان فيه سيمتريكال اسبيكت، والشروال هون بيجي ضيق وبيبين اكثر، بيبين اجريه اكثر، سو اللي هيك هذا هو الاكليبر اللي عم بحكي عنه كانت. اوكي، طيب ليكي لارا مثلا مثل هلا مثلا انت عم تعملي سور ميزور، هلا عم نشوف هدول المجموعات، هلا مثلا اذا مثلا ست مثلا عجبها مثلا مثل هذا الشروال حتى يا اما هذا القميص كمان بتعدلي مثلا بدي هذا شوي، يمكن بدي شوي سنتخي من ورا شوي، فهمتي انه هل بتغيري اما خلص هدول الموديلات اللي بريت ا بورتي موجودين وساعتها بيصفوا اشياء موديلات سور ميزور مجموعه جديده تعمليها للزبون؟ هلا هو ديبندينغ حسب هي كيف بدها تيجي تشتري. انا اي سيل اونلاين وبيع باليابان، بيع بالبلاد العربيه مثل الكويت ودبي، وفي عندي كمان ستوكست بامريكا، بس هي اذا هو الستوكست كلهم اللي عندي اياهم، اذا هذا البضاعه هي زيتها، بس اذا اجت انا عم بحكي اذا زبون اجت لعندك على الشغل بصير فيه يغير شوي يعني، اذا بدها تاثر تطول تعمل تعديل اجمالا حسب هي جسمها شو بتفضل لجسمها هي يعني، حتى فينا نغير الوان يعني. اوكي، هلا نرجع بعد نشوف بننتقل، ما اذا مبين بشي موديل من الصور الاكسسوار الكولابريشن اللي عملتيهم مع مصممة المجوهرات. أكيد. هون عم نشوف التنوره مع الفوليوم، هلا عنا اياها هيدي التنوره هون بالاستوديو مع التوب كثير قماشه ناعمه وهيك هون ما في خياطه على فكره. ايه مزبوط، الفينشينج تبعه كمان كثير بحب اشتغل على هيدا الشيء انه اتس انفينشد، سو بصير كمان اتسلى فيهم هو اللي بتنسليهم بننسلهم وبنصير بنشتغل على طريقه مثلا بننظفها، بس بصير بالقلب بدل ما التنظيف اللي لازم يتخبى يكون من جوا من طلع على برا. ماشي قاعده عم تتسلي انت. على كل حال عم نشوف هلا بقيه الموديلات، هون عم نشوف مثل هذا اتس كوت اوفر سايز، وهالسنه يمكن من هذا من الاشياء اللي كثير دارجه رح نشوفها كثير
وعم نشوفها كثير على الكات ووك العالميه. بس شو القماشه اللي داخلك لارا هون؟ ما عرفت شو القماشه اللي استعملتيها. مثل فتخ؟ ما اكزاكتلي فتخ كثير كثير سميك. اوكي. ومن قدام هلا لانه اسود ما كثير مبين، بس عامله كثير ستراكتشرز على على الصدر. سو هيدا هو اللي بيخليه عنا تقب هالقد على الكتف. Okay. اكتفيت من قدام. So, كتير حلو هيدا الكوت، مشان هيك كمان في كتير فوليوم من فوق، مشان هيك قررت اعمل الكمام شوي قصار. It's very interesting. وهون بنرجع بنشوف الصورة الثانية، هون هيدا الثاني. لا لازم نشيلها نشيلها لأن أنا لابسة هيدا. هيدا هون لابسة الكولية، هون عم نحكي عنه. هلا وكيف اشتغلت بس عملتي لها بريف أنت عن الثيم تبعك وهي نسقت مع الموديلات تبعونك؟ هلا هي رولا اجت لعندي قلت لها أنه بدي أعمل كوليكسيون بدي استوحي من انسكتس اسمها انسكتيفايد. قلت لي صرصور؟ لا ما بعرف شو. قلت لها have fun. يعني هون مثلا اشتغلنا شوي على الليزال، على مثل مثل الايدين تبعونه يمكن الليزال، ما بعرف شو بيقولوا بالعربي، جوانح. فوالا اكزاكتلي. سو كنت كثير كثير حبينا الطريقه. هي كمان تشتغل على ماتيريال رف راو ماتيريال. سو هي ذس بيس واز فيري نايس وكثير عملت كونتراست مع ال. وهيدي الليمتد اديشن للارا خولي، مش ما بتنبيع غير محل، بس عندي بالاوفيس ببيروت بجميز. اوكي وما بتبيعيها اونلاين؟ لا هو لانه they're special pieces. اوكي. يعني depending حتى في كم pieces بينعملوا بسهوله، اذا حدا من ستوكس تبعي برات لبنان بيطلبوهم فيهم ياخذوهم اكيد. طيب لارا خلينا نشوف هلا هون اكثر عن نقرب القماشات. هون مثلا عم نشوف اول شيء هذا اللوك انا لابسه مثل بونتاكور، مثل بنطلون واسع مع القميص كمان الواسع. اوكي لا تشوفوني. اوكي هون مثلا هلا اذا بدي فيني احط له زنار كمان حتى خفف الفوليوم تبعه. بس حلو هيك كلياته مع بعض هيك سهل اللبس. وهيدا الاوتفيت حلو كمان لانه عاملين، حبيت كثير لو كوتي كاسون دي كولور، يعني ابيض واسود كثير تاك كثير. ايه مزبوط. هلا هون هيدي التنوره اللي عم نشوفها هيدا اللون هيك المتارد. وبعده هيدا التريد مارك. انا هيدي القماشه بالنسبه لي كثير كثير بتسلى فيها. انت بتحسها انت من بتذكر كمان في يمكن من اول هديك السنه كنت عامله وحده كانت كثير كبيرة. كانت هيدي كثير اخذت سكسي هيديك التنوره، بس حبيت اعمل شيء بس فوليوم اخف بس كمان مع هيدا. وهي هيدا سان بيول بيقدر ينلبس از دريس، بس القماشه كثير كمان بتفرجي الانسكتس وشوي النمل. هيدي بتعرفي مثل انت مثل بال اسكارابي. هلا انت عم تحكي عم فكر الاسكارابي المصريه. مزبوط مزبوط. انفكت شو اسمه بتجلب الحظ اجمالا على فكره. ايجيبسيان مزبوط. انت عم ترجع بتقولي عم فكر لا انه اتس فور جود لوك. ايه لانه شفتها مش من زمان. وهيدي القماشه كمان كمان بتحسي كمان الافيه تبعه. هيدا نوع من الفوتخ بس شوي بيجي ان بو بي انوفي كو لو فوتخ، ما بيجي افيك التكستشر تبع غير شيء. هلا بتعرفي شو اللي كان ساعات بدنا نسمي مش صرصور زيزي اللي هذا بغير اللون. هذا على فكره فيري كثير قليل ليتلاقى، خاصه لما بغير لونه. هلا هيدا كمان هيدا فستان. هيدا فستان بعتقد كان في صوره لإله. هيدا هي عم تشوف على الهواء. هيدا الفستان كثير حلو لانه بس ينلبس بتصيري عن جد تحسي حالك مثل كانه عم بتصيري. مش معقول. هيدا اللي عم تشوفه. يعني هي هون الموديل كانت عم تهز انجا وهز وعمل كل الفوليوم تبعه. I think it's really nice to wear. فاذا لارا هيدي مجموعتك اللي بخيتها بختي. وسمعت كمان في شيء هيك عم نسمعه بالاضافه للسور ميزور اللي عم تعملي للسيدات، عملتي لك كم فستان عريس كمان عم يجوا لعندك، ومن احدى المشاريع للرجال. خبريني هيك شوي شو عم تعملون للرجال والشباب لما عم يجوا لعند لارا خوري؟ هلا هو الشباب انا بلشت هيك لانه حسيت في كثير شباب اصحابي بيجوا بيقولوا لي ما عم بيلاقوا شيء
الشيء اللي بدهم اياه وهيك. سو قلت لهم صرت عم بقول لهم تعالوا لعندي بجرب نعمل شيء انه ايم اكسبيرمنتينج مع اصحابي واللي رجال. سو بلشت وحبوا وصاروا يقولوا لاصحابهم ويجوا لعندي. فهيدي السيزون كثير اشتغلت مع الرجال عم بعمل وقت رجعت شغل على السوز على البدله السموكينج فور ايفنتس لاعراس سموكينج حتى السوتس بيكونوا انه هن انه مثلا بيروحوا على اعراس بده يكونوا مختلفين ما بده يكونوا مثل الكوستيم مثل البقيه وكثير كثير هلا ما رح اقول لك كثير عنها لانه اوكي خلص بنترك مفاجاه وان شاء الله بالموسم الجاي بنعلن عن البروجي الجديد تبع لارا خوري بس اكيد مع الحفاظ على اللاين اللي بغيت ابورتي طيب بنتمنى لك التوفيق وكل وللاشخاص اللي بدهم يجوا لعندك بيجوا لعندك على الجميزه بدهم ياخذوا ابوينتمنت فيهم يفوتوا على الويب سايت شو هي اكيد اللي هي www.larakhouri.com بالاضافه للفيسبوك جروب لارا خوري وهيك بتنتهي فقره على الموضة لليوم لكل الاشخاص بدهم يعرفوا اكثر عن لارا خوري واونلاين كمان على الاونلاين الويب سايت فينا نشوفهم كلهم على الويب سايت فينا نشوفهم فاذا لكل الاشخاص اللي بدهم يشوفوها اونلاين فيهم يشوفوا فيهم يشتروا اونلاين بالاضافه يتمتعوا اكثر بالمجموعه واذا بدهم يزوروها بالاتوليه كمان فيهم يفوتوا على الويب سايت يعرفوا كل المعلومات اللازمه اما هلا بتنتهي فقط على الموضه اليوم ننتقل لعندك رولا Thank you, Hadia. Thank you, Eli. Kamena, Lara. I'm one of the big fan, Lara. رح نتوقف مع فاصل إعلاني ومن بعدها ورشيت ملح كيش مع شيف فيصل وكمان بتنضم لنا كارلا لنشوف الوصفات الشمالية التقليدية يلي فيها كتير فاليو. خلينا نشوف بعد فاصل إعلاني.